شحال باش يجيبوا هذا المازوت؟ 3 درهم باش يجيبوا، واش يجيبوا هذا الماء؟ الرسوم والضرائب طلعوا حتى السماء، يخليوا هاد الفراعنه هاد الحنوشه اللي كيديروا فينا ما بغاو، والرسوم والطيفيه والضرائب. ما كنطلب حتى شي وزير انا. ما كاينش شي وزير اللي كيسمع لي، صاحب الجلاله هو اللي حنا، غير سمير تحل احنا مزيانين. ما يعطيونا دعم، ما بغينا دعم، ما بغينا دعم. واش يعطيونا الدعم واحد الشهر ويقطعوه ويقول لك احنا عطيناكم الدعم؟ شيفور شيفور اكل العصاه 10 دريال. دابا حنا الى عاود زادوا هاد النوبه راه حنا غنسدوه في خطره هاد الطاكسيات وغنحبسوهم. والله يخطانا محمد السادس الى هزنا الماء بالله، صاحب الجلاله نصره الله. سامير خصها تحل الا بغاو الحل، يخليو هاد الفراعنه هاد الحنوشه اللي كيديروا فينا ما بغاو، والرسوم والطيفيه والضرائب يحيدوا على الماء. شحال باش يجيبوا هاد المازوت؟ 3 درهم باش يجيبوا، واش يجيبوا هاد الماء؟ الرسوم والضرائب طلعوا حتى السماء. حنا خصنا لسامير تحل، هي اللي كتقنن هاد الاثمنه ديال الماء نتاع المازوت. اما هكا راه غنبقاو هكا طول الحياه، والشعب غادي يفنى. لا اللي غادي يطلع في الطاكسي ولا مول الطاكسي ولا اللي كيسوق الطاكسي ولا اللي يركب في الطاكسي. والحل راه بين يديهم، صافي يحلوا. غير لسامير صلاة على النبي، صافي لسامير تحل. حنا كنطلبوا غير لسامير، ما يعطيونا دعم، ما بغينا دعم، ما بغينا. واش يعطيونا الدعم واحد الشهر ويقطعوه ويقول لك احنا عطيناكم الدعم؟ الدعم ما توصلنا به، وحنا مازال ما شدينا كاع الدعم. بعدا الدعم في الكناس كاع مازال ما شديها شي جوج داس ولا ثلاثه اللي شدوه، وحنا دافعين ما شدينا حتى، ولا يعطيوناش الدعم، يحلوا لنا غير لسامير. انا كنطلب من صاحب الجلاله الله ينصرو والله يشدو في الصحيحه ديالو، يحنا غير لسامير يزور هاد المدينه ويزور هاد المدينه عندنا في مكناس، هو اللي عندنا في هاد الساعه. خويا السلام عليكم. بعدا خويا صافي نقول لك بالنسبه للمازوت هاد الايامات حنا راه مقصحين بزاف، وحنا دابا خدامين. علاش خدامين حنا؟ هي باش نبقى بلاصتنا خدامين، فهمتيني؟ والزياده انت كل دابا قلنا الزياده كل شي كل ربع ايام خمس ايام تنسمعوا الزياده كاينه. اللهم هذا من قرا بزاف هادشي اللي واقع في هاد البلاد اخويا، الله حشومه عليهم. ودابا كاع السيافر هنا مساكن كل شي مضروب، ولكن صابر ما عنده ما يدير، تيقول اللهم نبقى خدام. الى تيقول اللهم نبقى خدام دابا، وانا نحط الطوموبيل مولاها ونمشي. لحقاس من غدا بعد غدا ما يلقاش البلاصه ديالو فين غادي يخدم. ومازال 10 دريال تا كاين اللي ضارب عليها كاع وطاحوا له السلان عليها عندنا هنايا. شيفور شيفور اكل العصاه 10 دريال. دابا حنا الى عاود زادوا هاد النوبه راه حنا غنسدوه في خطره هاد الطاكسيات وغنحبسوهم في البارك. ما ثلاثه يخرجنا هادشي كاع، ما تيعطينا والو هادشي هذا. صافي حنا دابا ما غنزيدو على موطيل لا 10 ولا هذا ولا 20. خويا سمعنا مازال 14 درهم و 38 فرانك، ولكن سمعنا حاليا في 12 الليل غادي تزاد، غادي يولي 15 درهم فاصله 65. وهادشي راه بزاف، راه حنا خدامين هي صابرين، راه ما كايناش شي خدمه. والله تصور الباحه انا درت المازوت بقات لي انا والسياره ديالي وهي خدام، ماشي نقول لك ديالي ولا هادي. اقسم لك حسمت ما عرفت شنو غادي نخلي الطوموبيل، ما عرفت شنو غادي يبقى لي انا. واضطريت انا خرجت ب 30 درهم وخليت فلوس الطوموبيل باش نبقى خدام. هذا هو دابا اللي تيوقع للسيافر كاملين. والله راه دابا كلهم راه حشمانين مساكن ما عندهم ما يديروا، ولكن جيت تحط الطوموبيل مواليها وهذاك الشيء راه بعد غدا غادي تصلح الامور. صدق ما خدام ما انت ما يمكنلكش تموت مع صاحبك في الشده وفي هذه. لا ما كاينش طوالو، دابا تنخدموا غير على البومبا، غير على المازوت تنخدموا. ابا الشيفور المخير تيدي في جيبو 400 ريال، الشيفور المخير هذا راه خدم. اما مول الطوموبيل خلاص راه عارف الروسيطة نتاعو راه تيشدها، صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطى الله اخويا. وهاد الناس مادام الاسامير مشدودة، والضرائب ما يتحيدوش على المازوت والرسوم والطيفية، راه ما كاين حتى حاجة.
راه غير يحيدوا لنا الضريبه وحنا لا سمير غادي يولي يدير 5 دراهم والله تيولي يدير 5 دراهم. خويا عرفتي الا زدتي على المواطن دابا حاليا وختي مولاي غير خصك معاهم السيوف ما يمكن لك. حنا 10 دريال في النهار اللي زدنا ديما تنطلعوا معاهم دي. فين غاديين؟ غاديين للبوست، فين غاديين؟ غاديين للكوميساريه، على حتى 10. ولكن حتى المواطن الله يحسن له راهم ضروريين بزاف ماشي غادي، ولكن ما عندنا ما نديرو والمعلمين ما كاينش ليها هادي. دابا ها هو الدعم خرج، حنا سي دعم ما شفنا حاليا الان 80% ما قابتش الدعم شتي. كاين اللي قبض دابا كاع مول الطوموبيل ناض تيخدم راسو، دار السباب هذا رمضان ناض تيخدم راسو باش يقبض الدعم، والصيفورة ما قابت مسكين والو، راه يدين التهمة في هذا الدعم. 5 ديال الدول عندنا في العالم اللي ما زادوش كاع في هذا في المازوت، عندك الجزائر وليبيا والعراق والبحرين وشي دولة وسوريا. لا لا هادو غير هاد 5 ديال، ما كاين لا تونس لا هادو 5 ديال الدول وسوريا، هادو اللي ما زادوش كاع في المازوت. علاش ما زادوش في المازوت؟ ما تيديروش الضرائب، حيدوا الضرائب والطيفية وهادي وهادي وهادي. احنا هو السائق، السائق المهني راه ما كاينش، كي تيقولوا زيرو بولون راه هي هادي زيرو بولون. راني نقولوا محلونا غير سمير، غير سمير يحلوها. واجي واجي تكلموا، ما تخلونيش بوحدي، ماشي انتوما واجي انا اللي صيفور. راه كلشي كلشي سيافر هنا، اجي هضروا على حقكم. اخويا هاد الحكومة نهار دخلات وحنا ما تنشوفوا منها الا الله حاليا، اقسم لك يمين نهار اللي دخلات هاد الحكومة راه بحال والو. شنو اليوم شحال هاد النهار في الشهر؟ شحال هاد النهار في الشهر؟ هاد النهار 5 ولا 6 ها؟ واليوم غيزيدوا في الليل في المازوت، راه وصلنا الخبر غيزيدوا، عاد زادوا هذا ولا البارح والشكوى الله وصافي. ديما تيزيد هاد الشيء، ديما تيتزاد، كون نهار تنفيقوا ورقدوا كنلقاو تزاد. وحنا اللور ما عندنا حتى شي لا دعم لا حتى شي حاجه، راه غير تنسمعوا السميه هذاك الشيء هذا، راه والو راه ما كاين. ويعني واخا تجي حكومه اخرى خويا راه نفس المشكل، راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا. صاحب الجلاله ان شاء الله ان شاء الله خصو يجي يزور هذه المدينه، تنطلبوا من الله زعما يجي يزورنا هذه ورجعنا الوراق ديال هذه المدينه، راه حنا ضايعين في هذه المدينه اقسم لك يمين. واش هذا هو مكناس اللي تيعرفوا الناس القدام؟ سيدنا خصو يجي يزورنا في هذه المدينه ويرجع لنا الوراق ديالنا في هذه المدينه، راه تكرفصوا علينا هاد الناس بزاف اخويا. الرساله هو يحل لنا صاحب الجلاله نصر الله، هو اللي ما كنطلب حتى شي حتى شي وزير، انا ما كاينش شي وزير اللي كيسمع لي، صاحب الجلاله هو اللي يحلنا. غير سمير تحل احنا مزيانين، والله يخطانا محمد السادس اللي هزنا الماء بالله، صاحب الجلاله نصره الله. يا سيدي خلينا وتنشكركم وكنطلبوا له صحه جديده لسيدنا، هادشي اللي كاين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.